جينا الالعاب الترابيزه بتاعتنا، وطبعا بنبتدي بالمتاهه الحلوه اللي احنا عاملينها. عارفين هتعملوا ايه؟ طب يلا بينا على طول نخش في الموضوع ونقول ريدي ستيدي جو. الله على السيطره. لا ماشي يلا ماشي، بعد كده ما تقع انا هقطع. مفيش سيطره هنا خالص. يلا يا مرمر انفخ كويس، انفخ كويس الاول. خير ان شاء الله. ايوه ربنا ينفخ كتيرك اهو عشان الاكل، عشان الاسره دي ما بتاكلش. يلا 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 انفخ جامد يا عمر، ومن بعيد. ايوه كده من بعيد بقى، من بعيد. ايوه كده، استنى استنى. ايه ده؟ انطونيو جه للبلوك ده اصلا في كل هدوء وثبات انفعالي، وعمر لسه بنشوف هننفخ ازاي. يلا يا ايوه يا مرمر ابتديت اهو تنفخ حلو، وتعرف كمان التكنيك، شاطر اهو. حلو قوي الكلام ده. انت رايح. هو كسب يا عمر، هو كسب يا عمر. انطونيو كسب وخرجها خلاص، وعمر لسه بيتعلم ازاي ينفخ البالونه. تعالوا نشوف اللعبه اللي بعدها عندنا ايه على الترابيزه، ومين هيعمل ايه.